بالفنون. أرحب بالأستاذة الكريمة الحاضرة معنا من المغرب الشقيق. إذا مرحبا بكم في ورشة تعليم القراءة وفق منهج لين دومان. هذه الورشة هي مبادرة من مشروع ديزي الذي تم إطلاقه بتوأم من منتدى المرأة ومنتدى التنمية البشرية، يعني توأمة من منتدى المرأة ومنتدى التنمية البشرية وفق البرنامج المخطط له لأكاديمية جيل ترجيح الخماسية الثانية. الورشة كانت في البداية الأمر يعني ورشة تكوينية داخلية فقط خاصة بمشروع ديزي، ولكن لأهمية الأمر أردنا أن نفتح الموضوع ونفتح المجال للجميع. إذن الورشة هي من تقديم الأستاذة المدربة أو كما المدربة أبو علي حسنة، أو الأستاذة يعني نفضل إني يعني كيما ندعوها باسمها ماما معلمتي، يعني هذا الاسم اللي هي اشتهرت به. المدربة هي مدربة معتمدة لدى أكاديمية الدكتور عبد القادر العداق الدولية، متخصصة في مجال التربية وتعليم الأطفال الصغار. أيضا المدربة هي مسؤولة عن مجموعة أمهات معلمات لين دومان، وهي من أهم المجموعات التي تشرح هذا البرنامج. أيضا المدربة مهتمة بتطبيق هذا المنهج، وهي تطبقه منذ حوالي 3 سنوات. المدربة تملك قناة على اليوتيوب عليها عدة فيديوهات كذلك تشرح البرنامج. اليوم ستقدم لنا ورشة تعليم القراءة للأطفال وفق منهج لين دومان. ستكون الورشة من جزئين بإذن الله، يعني هنعطيك فقط ملخص على البرنامج. راح يكون في البداية راح يكون مقدمة يعني تشرح المنهج بصفة عامة وتذكر كل محاوره الأساسية. بعدها ندخل مباشرة في الورشة اللي هي فيها اللي هي متكونة من جزئين، الجزء الأول والجزء الثاني. راح تكون هناك راحة بين الجزء الأول والجزء الثاني 10 دقائق لصلاة العصر أو غيره. قبل ما نعطي الكلمة للأستاذ أيوب مشنن رئيس الهيئة التنفيذية لأكاديمية جيل الترجيح، يعني يعطينا كلمة مختصرة يقدمها لنا قبل ما نعطي الكلمة للأستاذة. تفضل أستاذ. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا أستاذة حكيمة، كيف حالكم؟ الحمد لله أستاذ، بارك الله فيكم على الدعم والتشجيع الدائم، يعني ربي يحفظكم. هذا واجبنا، يعني انتم اللي اعطيتونا يعني هذه الفرصه، واعطيتونا يعني فرصه تطبيق زوم ان نديروا فيه يعني امور مفيده، فربي يجعل كل هذا في ميزان حسناتكم. تفضل استاذ. امين. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاه والسلام على محمد سيد المرسلين. المدربه الفاضله ضيفتنا في هذه الجلسه، والاخت حكيمه مديره هذا المشروع، والإخوة والأخوات جميعاً من منتدى المرأة ومنتدى التنمية البشرية والحاضرون من غير هذين المنتديين، مرحباً بكم جميعاً. أولاً شكر لأفراد هذا المشروع، مشروع ديزي، وكل أعضاء المنتدى على هذه الفرصة التي منحوها لنا جميعاً يعني بتنظيم هذه الورشة. نتمنى أن يستفيد منها الجميع، وأن تكون بادرة خير لانطلاق مشروع يخدم المجتمع الجزائري، يخدم الأسرة الجزائرية إن شاء الله. نرحب بضيفتنا الكريمة المدربة الفاضلة معنا، ونتمنى أن تكون الفائدة كبيرة في هذا اليوم بإذن الله تعالى، وموفقون إن شاء الله في الدورة، ونحن حاضرون معكم ومستعدون للاستفادة إن شاء الله. إن شاء الله، بارك الله فيكم أستاذ. الآن أحل كلمة للأستاذة المدربة، وأنا نشكرها يعني بداية نشكرها كل الشكر على أنها كانت يعني مبادرة
وحبت الفكرة يعني مبادرة متحمسة جدا للفكرة، رغم يعني أنه الورشة هي مجانية بارك الله فيها، حبها لهذا المنهج وحبها أنها حابة تنشر هذا المنهج وتوصل هذا العلم للناس هو اللي خلاها أنها تكون هكذا. كانت يعني متساهلة جدا، تعاملت معي يعني بكل رقي وتواضع، ربي يبارك فيها وربي يجعل كل عملها في ميزان حسناتها إن شاء الله. أستاذة، لكن راكي تسمعي فيا؟ هي كنسمعك أستاذة. نعم تفضلي أستاذة، بارك الله فيك، تفضلي، مشكورة لمأمورة، ربي يحفظك. ومرحبا بك ومرحبا بكل أشقائنا المغاربة، يعني تفضلي أستاذة. السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا المدربة أبو علي حسنة، معتمدة لدى أكاديمية الدكتور عبد القادر العداقي الدولية، متخصصة في مجال التربية وتعليم الأطفال وفق أحدث المناهج التعليمية. مرحبا بكم في ورشة عمل تحت عنوان تعليم القراءة للأطفال وفق منهج غريندون. في هذه الورشة هذه إن شاء الله غادي نعرفوا إن شاء الله بالمنهج وصاحب المنهج، غادي نشوفوا المواد اللازمة لتطبيق برنامج تعليم القراءة، نشوفوا أيضا الشروط اللازمة لبدء برنامج تعليم القراءة، نشوفوا الخطوات المتبعة، ونستنتجوا في الأخير فلسفة غريندون. من هو غريندون؟ غريندون هو واحد معالج فيزيائي حصل على الشهادة ديالو في 1940. من ثم بدا ممارسة العمل ديالو كمعالج طبيعي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة باتباع الطريقة التقليدية اللي تدرب عليها. من بعد واحد المدة اكتشف بلي راه الطريقة اللي تعلمها ما كتعالج او لا ما كتساعدش الأطفال باش يحسنوا الوضعية الصحية ديالهم. من ثم بدا كيفكر على يبحث على وسائل اخرى اللي غادي تنجح مع الأطفال. أول حاجة فكر فيها هو أنه يتعاون مع متخصصين في جراحة الأعصاب. بدأوا جميع في واحد الفريق بدأوا تفكروا على كيفاش العلاجات اللي غادي تساعد هاد الأطفال باش يتطوروا، والأنشطة اللي غادي تكون موجهة مباشرة للدماغ والتطوير ديال الدماغ. فعلا بداو الأنشطة ديالهم، بداو تبتكروا علاجات جديدة، شوية بشوية بدات كتبان النتائج. ولكن النتائج الحقيقية امتى بدات كتبان؟ ملي بداو كيدربوا الأمهات والآباء كيفاش يطبقوا برامج ديال التعليم المبكر. 1955 أنشأ معهد تحقيق الإمكانيات البشرية، وبدا الشهرة ديالو كتزاد من بعد ما توصل بطريقة ديال التطور ديال الدماغ. اشتهر عالميا، ألف كتب، دار بعثات في مختلف أنحاء العالم. هذه بنتو غريندون، مديرة مؤسسة تحقيق الإمكانيات البشرية. وهذه بغيت نبدا بهذه النبذة المختصرة على غريندون. أولا علاش باش نعقلوا على أربعة الحوايج. اولا المنهج، كلي تيبغي يقول ليه منهج، كلي تيقول لك لا اسلوب، اللي بغيتو منهج ولا اسلوب غريندون. اولا هذا الاسلوب هذا كان منذ البدايه خاص بالاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه، وغادي نشوفوا علاش مهم نذكروا هذه المعلومه هذه. ثاني حاجه هو ان الاطفال الا طبقتي معاهم الطريقة الصحيحة ديال التعليم قادرين أنهم يتطوروا بشكل أفضل. ثالث حاجة هو أن هذا الأسلوب هذا اللي ابتكر غريندون والفريق ديالو، ما كانش بوحده، كان فريق متخصصين في جراحة الأعصاب. هذا الأسلوب هذا كان موجه للدماغ وتطوير الدماغ. حاجة أخرى مهمة نعقلوا عليها أن النتائج الحقيقية كتبان إذا كانت الأم هي اللي كتطبق ولا أقرب شخص للطفل، يا إما الأم يا إما الأب يا إما الجدة. بالنسبة لغريندون إلا كانوا هادو بثلاثة عند الطفل هذيك هي الوضعية المثالية للطفل.
العمر المناسب للمنهج بالنسبه لجلين دومان كيعتبر ان التعليم كيبدا منذ الولاده وحتى 6 سنوات. هذه هي الفتره ديال التعليم او ديال تطبيق منهج جلين دومان. كتبدا في الولاده، من بعد 3 شهور كيتغير البرامج، يعني البرنامج كيمر عبر مراحل من الولاده وحد 3 اشهر، سنه، 3 سنوات، وحتى 6 سنوات. هذه هي الفتره المخصصه لتعليم الطفل. ما هو اسلوب جلين دومان؟ اسلوب جلين دومان هو اسلوب قائم، نظام قائم على البرامج لتنميه قدرات الطفل ومضاعفه ذكائه. يعني الهدف كله من هادشي دار هو ان ينمي القدره ديال الطفل ويضاعف الذكاء ديالو. الاسلوب هذا كيعتمد على برامج، كاين برنامج تعليم القراءه، برنامج الحساب الكمي، برنامج المعرفه الموسوعيه، برنامج اللياقه البدنيه، تعليم اللغات، وايضا الموسيقى. في هذه الورشه هذه ان شاء الله اخترنا اننا نبداو ببرنامج تعليم القراءه، غادي نفصلوه، غادي نهضروا عليه بالتفصيل ان شاء الله. كيف ابدا برنامج تعليم القراءه؟ غادي نديروا واحد الفيديو. الى بغينا نبداو برنامج تعليم القراءه غيخصنا اوراق مقوى، ايضا اوراق عاديه. خصنا يا اما نقسموا الورقه بالعرض او لا بالطول. حاجه اخرى مهمه اننا لا ضروري نوجدوا جدول ديال كلمات مفرده، ونختاروا يا اما نطبعوا كلمات اللون الاحمر، يا اما نطبعوها فارغه ومن بعد نعمروها او نعاودوا عليها بالقلم. الا ما اختاريناش الطباعه ممكن اننا نستعملوا قلم احمر عريض، تنكتبوا كلمه في وسط البطاقه حتى كنوجدوا البطاقه ديالنا، كنقلبوا الورقه وتنديروا نفس الكلمه باي خط بغينا. من بعد كنديروا هذه الكلمات في مجموعات ولا هذه البطاقات في مجموعات، وكنوجدوا على الاقل واحد 200 بطاقه قبل ما نبدا. كنستعملوا واحد قطعه ديال المطاط وتنتدربوا على تمرير البطاقات. هذه هي الطريقه باش كنبداو. اننا الى لقينا ورق مقوى اكثر من هكا افضل. الى شفتوا معايا الى استعملنا ورق عادي صعيب انها توقف، استعملوا ورق عادي يا اما نغلفوه او لا نستعملوا نصف ورقه. في هذه الحاله هذه ممكن نستعملوا نصف ورقه الا كان يا اما الام هي اللي كتبقى مع ولدها، يا اما مربية هي اللي غتطبق مع الأطفال. يعني إلا غتطبق مع الأطفال هذه ورقة صغيرة، ضروري أنها دير ورقة كبيرة وكلمة واضحة. الكلمات ضروري لأننا ناخدو كلمات من المحيط ديال داخل البيت، ضروري ناخدو كلمات مألوفة لدى الطفل. نبدأ أولا بكلمات ديال أفراد الأسرة، من بعد الجسم، أعضاء الجسم، من بعد أثاث البيت، مأكولات، فواكه، خضر، أي حاجة كاينة داخل البيت. وكنتقلوا شوية بشوية الكلمات خارج البيت. يعني إلا بغينا نبداو البرنامج كنبداو بكلمات الكلمات داخل البلاغ، كنطبعو اللون الأحمر. علاش؟ علاش ضروري اللون الأحمر؟ اللون الذي يثير الكلمة هنايا
باللون الاحمر. اشنو في نظركم هتكون واضحه اكثر بالنسبه للطفل كيف انه يشوف اللون الاحمر هو اللي كيسيره اكثر. ضروري من ان الى اختاريتي تكتب بيديك ولا الخط اليد ضروري ما انه يكون قريب ضروري ما انه يكون قريب من خط الطباعه. يعني الى اختاريتي تكتب الى لقيتي راسك ما كتكتبش اولا لا تحسن الكتابه بالقلم من الافضل الطباعه باش ما يلقاش الطفل الصعوبه انه يقرا نفس الكلمه يقراها في الكتاب. من المهم ايضا ان الكلمه تكون عريضه. شوفوا معايا الفرق هنايا عاودت على القلم ثلاثه المرات وهنا مره واحده مع ان هذا القلم عريض. عرفتوا واش يبان لكم ولا لا؟ لا على الاقل بعدا تستعمل بحال هذا القلم اللي عريض. لا اختارتي انك تكتب بالقلم خط عريض. لماذا لابد ان يكون الخط عريض؟ لان المسار البصري ديال الطفل ضعيف لم ينضج بعد. اذا مررنا كلمات بسمك اقل لن تكون واضحه للطفل. لابد ان تكون كلمات بخط عريض. لماذا يجب إعداد 200 بطاقة قبل البدء؟ لابد من إعداد 200 بطاقة قبل البدء حتى لا نوقف البرنامج بين الحين والآخر، يكون برنامج مستمر. لماذا علينا استعمال هذه القطعة؟ هذه قطعة ديال المطاط اللي شفتو معايا في الفيديو، لأن هذه القطعة هذه تساعد في تمرير البطاقات بالسرعة المطلوبة. حاجة أخرى ضروري ما أننا نعرضوا البطاقات أو لا نمرر البطاقات بسرعة بطاقة لكل ثانية. طريقة حمل البطاقات بهذه الطريقة، الإبهام يكون خلف البطاقة وتمرر بهذه الطريقة، اليد اليمنى فيها قطعة من المطاط، إن لم توضع هذه القطعة لن نستطيع تمرير البطاقات بالسرعة المطلوبة، بطاقة لكل ثانية. هذه هي طريقة عرض البطاقات، الكلمة نضعها خلف البطاقة حتى نقرأ الكلمة، وأثناء تمرير البطاقة نقرأ الكلمة. يعني عمي وليس خالي، لا نقرأ الكلمة وهي لم تعرض أمام الطفل، نقرأ الكلمة أثناء وجودها أمام الطفل. ماما، عمي، خالي، قدم، بابا، قدم لا توضع هنا. ضروري ما أننا نوضع كلمات في مجموعات موضوعاتية، يعني لا نضع مثلا قدم في مجموعة ديال أسرتي، لا نضع كلمات ديال فواكه في مجموعة أثاث مثلا. يعني ضروري ما أن الكلمة كلها ضروري أنها تكون في مجموعات موضوعاتية. هذه هما المواد اللازمة لتطبيق برنامج تعليم القراءة. كما قلنا في هذه البداية هذه ديما تكثروا الأسئلة، لماذا نستعمل اللون الأحمر؟ أجبنا على هذا السؤال لأنه اللون الذي يثير انتباه الطفل. لماذا نستعمل بطاقات كبيرة؟ حتى لا نحجب الكلمة أثناء تمريرها. ممكن إذا استعملنا بطاقة صغيرة
ممكن مثلا اننا الاصابع تحجب الكلمه، من الافضل استعمال بطاقه كبيره في برنامج تعليم القراءه. السؤال الاخر، لماذا يجب ان تكون الكلمات كبيره؟ باش تكون واضحه للطفل. هنا اذا كان طفل واحد او لا قريب ليك ممكن انك تستعمل نصف ورقه. اذا كان روضه ولا الاطفال بعاد شي شويه، ضروري ما انك تستعمل كلمات كبيره. لماذا يجب تحضير 200 بطاقه؟ جاوبنا عليها، حتى لا نوقف البرنامج بين الحين والاخر ويستمر. لماذا نستعمل ورق مقوى؟ لتسهيل تمرير البطاقه بالسرعه المطلوبه. هل الصور ضروريه في تعليم القراءه؟ ماشي ضروريه، ولكن ممكن انك تستعملها، يمكن استعمالها ولكنها ليست ضروريه. هل يمكن استخدام الشاشات لعرض الكلمات؟ يعني بدل اننا نطبعوا او لا نكتبوا، هل يمكن استخدام الشاشات؟ يمكن استخدام الشاشات ولكن استخدام محدود، يعني فقط يكون من اجل برنامج تعليم القراءه. وستلاحظون انه باستعمال الشاشات الطفل يمل بسرعه، ممكن ان الشاشات نجح في الروضات، اما في البيت يجدها الطفل ممله. هذه هي وجهه نظري في استخدام الشاشات. حوايج مهمه او الاشياء المهمه التي يجب علينا ان ننتبه لها في مرحله الكلمات المفرده، هو اختيار الكلمات المألوفه لدى الطفل. ضروري ما اننا الا بغينا او لا اذا اردنا ان نبدا برنامج تعليم القراءه، لابد من اختيار الكلمات المألوفه لدى الطفل ووضع هذه الكلمات في مجموعات موضوعاتيه. في بداية تطبيق البرنامج لابد من تجنب وضع الكلمات المتشابهة أو التي تبدأ بنفس الحرف في نفس المجموعة، يعني لا نضع أختي وأخي في مجموعة واحدة، نضع أختي، أبي، أمي، عمي، جدي، خمس كلمات في مجموعة واحدة. الكلمات التي تبدأ بنفس الحرف نضعها في مجموعات أخرى منفصلة. يمكن كما قلنا تثبيت معنى الكلمات باستخدام الصور او لا الانشطه، غادي نهضروا عليها من بعد ان شاء الله. فيديو جلسه تعليم القراءه، غتشوفوا معايا اسرتي، بابا، هدى، جدي، اخي، عمتي، بابا. جلسة تعليم القراءة لابد أن تكون على الأرض. أول ملاحظة بالنسبة لجلين دومان، جلسة تعليم القراءة لابد أن تكون على الأرض. جميع برامج جلين دومان، اللياقة البدنية ولا المعرفة الموسوعية ولا الحساب الكمي ولا القراءة، كلها على الأرض. باش ما الطفل، كلما كان الطفل قريب من الأرض كلما تعلم أكثر. تمرير البطاقات، بطاقة لكل ثانية. نرجعوا الشرائح ديالنا. نشوفوا شروط جلسة تعليم القراءة. كاين شروط قبل الجلسة. أولا أننا ضروري نختاروا، لابد من اختيار الزمان والمكان المناسبين. يعني ضروري من أن يكون الطفل مستعد نفسيا، واكل وشارب ومبدل مستعد. ضروري من ان الام ايضا او لا المربيه او لا الشخص اللي غادي يطبق برنامج ضروري من انه يكون مستعد. المكان ضروري من انه يكون خالي من المشتتات السمعيه والبصريه. نقطه ايضا مهمه قبل بدء تمرير البطاقات، لابد من إعداد البطاقات اللازمة. يعني ماشي تنجيبوا الطفل ونحطوا عاد نقلبوا على البطاقات. لابد من إعداد البطاقات قبل تمريرها للطفل.
أو قبل جذب انتباه الطفل للجلسة. شيء آخر مهم، نلعب مع الطفل. لابد من اللعب قبل مع الطفل قبل بدء تمرير البطاقات. في الفيديو لم أسجل الفترة التي ألعب بها فيها مع ابنتي، سجلت فقط اللحظة التي أمرر فيها البطاقات. إذن هذه هي الشروط جلسة تعليم القراءة قبل الجلسة. قبل الجلسة ضروري من اختيار الزمن والمكان المناسبين، ضروري من إعداد بطاقات، وضروري من اللعب مع الطفل. لماذا؟ حتى نشعره بالمتعة وتكون بطاقات جزء من هذه المتعة. أثناء الجلسة ضروري من أن نبرة الصوت تكون ممزوجة بالحماس والفرح، يعني لا نمرر البطاقات بطريقة عادية. مثلا بابا، ماما، عمي، خالي، أختي، هذه طريقة مملة. نشوف طريقة أخرى. بابا، ماما، عمي، خالي، أختي، بابا، ياي، شوية ديال الحماس. الأمهات تطبقوا ولا ينتبهون لنبرة الصوت. لابد من أنك تضيف أو لا إيش غنقوله، تعبر عن الحماس ديالك في تمرير البطاقات لإنجاح برنامج تعليم القراءة. نقطة أخرى مهمة أثناء الجلسة أعدناها عدة مرات أو لا قلناها عدة مرات، وهو تمرير البطاقات بسرعة بطاقة لكل ثانية، ممكن أقل، يعني أقل من ثانية. ماما، عمي، ماشي مشكل نخطئ، كنخطئ. خالي، أختي، بابا، ماما، عمي، خالي، هذه أقل من ثانية، ولكن ثانية. أختي، بابا، ماما، عمي، خالي، ضروري من السرعة، يعني أقل سرعة هي ثانية لكل بطاقة. شيء آخر مهم الانتباه له هو التوقف قبل أن يرغب طفلك بذلك. ضروري من أننا نوقف البرنامج قبل ما يبغي الطفل، باش يكون ديما متشوق ولا ليكون مشتاق للجلسات بصفة مستمرة. شروط الجلسة أو الشروط اللي لا بد منها بعد جلسة تعليم القراءة، وأنك تعنق ولدك وتبوسه، ضروري من حضن الطفل وتقبيله كجائزة أو كمكافأة للمجهود ديال الطفل أو التركيز ديالو معك في الجلسة. شيء آخر مهم بعد الجلسة، خلط البطاقات كي لا يحفظ الطفل ترتيب البطاقات، وننتظر على الأقل ربع ساعة قبل بدء الجلسة الأخرى. هذه هي شروط جلسة تعليم القراءة، كاين شروط قبل الجلسة، أثناء الجلسة، وبعد الجلسة. ضروري من اختيار المكان والزمان المناسبين، ضروري من إعداد البطاقات قبل بدء الجلسة، ضروري من اللعب مع الطفل، مهم الحماس، ومهم أيضا تمرير البطاقات بسرعة، والتوقف، حضن الطفل، خلط البطاقات، والانتظار على الأقل ربع ساعة. تنكتبوا هذه الشروط أو لنوضحها مرارا وتكرارا، ومع ذلك يعتقد البعض أنه فهم هذه الشروط، وأثناء التطبيق تجده يخطئ، يا إما ما اختارش المكان المناسب، يا إما النبرة ديال الصوت ماشي مناسبة، يا إما ما تتعاملش مع الطفل مزيان، أو لا لم يقم بإعداد الطفل. إذن تذكروا معايا، إذا كنتم مدربين ضروري من أنكم تقوموا بجلسة تعليم القراءة،
حيت هاد الورشة هادي موجهة للأمهات، موجهة للمربيات، موجهة للمدربين، مدربين للمربيات والأمهات اللي بغى يطبق هذا البرنامج هذا. يعني إذا كنت مدرب ضروري من أنك تقوم بجلسة تعليم القراءة، نفرشوا على الأرض ونعطيو لكل أم البطاقات وتمرر هي البطاقات للانتباه للأخطاء. ضروري من أن هذه الجلسة هذه نقوموا بها باش نضبطوا أو لا نضبطوا الشروط ديال جلسة تعليم القراءة. فهذه الجلسة هذه كنعرضوا أو لا نمرر مجموعة من 5 إلى 10 بطاقات كحد أقصى. حد أقصى للمجموعة هو 10 بطاقات، نمررها في جلسة لا تتجاوز الدقيقة. يعني الجلسة ديال تعليم القراءة لا تتجاوز الدقيقة. هذه الجلسة نعيدها 3 مرات في اليوم مدة 5 أيام. مفهوم؟ مجموعة ديال أسرتي مثلا فيها 5 كلمات، مررها في جلسة 5 كلمات يعني 5 ثواني. خالي، ماما، عمي، بابا، أختي، خالي. 5 ثواني. لماذا الدقيقة؟ الدقيقة لأننا نأخذ بعين الاعتبار اللعب قبل تمرير البطاقات، وحضن الطفل أو لا تهنئة الطفل أو لا تشجيع الطفل بعد الجلسة. الجلسة تبدأ قبل تمرير البطاقات وبعد تمرير البطاقات، هذه كلها جلسة. ماذا علينا القيام به بعد تمرير البطاقات لمدة 5 أيام؟ هناك طريقتين لعرض البطاقات، يعني من بعد 5 أيام من تمرير البطاقات 3 مرات في اليوم، هناك طريقتين لعرض البطاقات. الطريقة الأولى مذكورة في كتاب جرين دومان، من بعد 5 أيام نحدث بطاقة. مثلا عندي هنايا مجموعة ديال جسم، شعر، عين، لسان، أذن، شعر، 3 مرات في اليوم مدة 5 أيام. في اليوم السادس سنحذف كلمة، نحذف كلمة ونضيف كلمة أخرى ونمررها بنفس الطريقة 3 مرات في اليوم. في اليوم السابع سنحذف بطاقة ونضيف بطاقة أخرى. يعني منذ اليوم السادس سنبدأ بإضافة كلمة وحذف كلمة قديمة. هذه الكلمات اللي غادي نحذفوها ستسمى بالبطاقات المتقاعدة، وكل يوم علينا إضافة كلمة جديدة. المجموعة تبقى فيها ديما 5 كلمات. هذه هي الطريقة المذكورة في كتاب جرين دومان. الطريقة الثانية اللي تفضلها الأمهات تسمى هذه الطريقة بطريقة السكري، لأن بفضل الدكتورة سهير السكري فضلها تم نشر هذا البرنامج في جميع أنحاء العالم العربي. كنشكرها بزاف بزاف من هذا المنبر، هي اللي خلتنا نكتشف هذا البرنامج هذا. ولكن هذه الطريقة هذه أو لا هذه الطريقة الثانية لعرض البطاقات تفضلها الأمهات بشكل عام، يعني في المواقع الأجنبية أيضا تجد أن الأغلب يفضل الطريقة الثانية. يعني الطريقة الثانية من بعد 5 أيام نغير مجموعة كاملة ونضع مجموعة أخرى جديدة. يعني إذا كنا في مجموعة أسرتي قد مررنا مثلا ماما، بابا، جدي، عمي، خالي، من بعد 5 أيام سنحذف هذه المجموعة ونضع مجموعة أخرى، مثلا اسم طفل، اسم الأم، اسم الأب، اسم الخال، اسم أي واحد قريب للطفل.
من بعد 5 أيام من عرض هذه المجموعة هذه نغيرها بمجموعة أخرى جديدة، هذه هي الطريقة الثانية لعرض البطاقات. ما هو الفرق بين الطريقة الأولى والطريقة الثانية؟ الطريقة الأولى من بعد 5 أيام طفل يوميا يرى كلمة جديدة في وسط الكلمات التي مرت عليه، يعني كل يوم سيرى كلمة جديدة. أما الطريقة الثانية سيرى نفس الكلمات مدة 5 أيام وبلين دومن ينتبه ولا يأخذ بعين الاعتبار طفل ديالو. الطريقة الأولى زينب بسيم ما أغلق الميكروفون. زينب بسيم من فضلك ميكروفون. الطريقة الأولى طريقة شي شوية معقدة لأنها خص ضروري يكون كلمة نديرو فيها خط أو علامة على حسب عدد المرات التي تمت عرض البطاقة. في الطريقة الثانية ممكن أننا نستعمل غير دفتر ونوضع علامات. الطريقة الأولى طريقة هي شي شوية كتاخذ بعين الاعتبار الطفل اللي كيمل بسرعة، الطفل يمل بسرعة ويحب أن يرى أشياء جديدة كل يوم. الطريقة الثانية طريقة سهلة ولكنها مملة أكثر من الطريقة الأولى. يمكن عرض 5 مجموعات في اليوم في جلسات منفصلة، يعني جلسة فيها 5 مجموعات فيها 5 بطاقات غادي نعرضها في الجلسة. من بعد ربع ساعة نفس المجموعة في جلسة أخرى، من بعد ربع ساعة نفس المجموعة في جلسة أخرى. ممكن عرض 5 مجموعات 3 مرات في اليوم في جلسات منفصلة، يعني على حسب جلين دومن ما كاينش الجمع، لا يوجد الجمع بين المجموعات، كل مجموعة منفصلة عن الأخرى. انتبه لا تختبر الطفل. من بعد اليوم الخامس سيتبادر لذهن المربي أو لا لذهن الأم متى سأعيد تمرير البطاقات أو متى سأعيد مراجعة البطاقات المتقاعدة. لا تعيد تمرير البطاقات المتقاعدة أبدا. إذا أردت أن تحكم على برنامجك بالفشل أعد بطاقة الكلمات المفردة، الطفل لا يحب أن يرى نفس الكلمات. الكلمات التي تم تمريرها مدة 5 أيام تبقى متقاعدة، تسمى متقاعدة، لا نعيد تمريرها مرة أخرى. لا تطلب من الطفل أن يقرأ. إذا طلبت من الطفل أن يقرأ فهو يقوم بمجهود وهذا منهي عنه تماما. لا تسأل الطفل ما هذا، لا تقول له ما هذا، لا نهائيا لا تختبر الطفل ولا تقول له ولا تطلب منه أن يقرأ. لماذا لا نختبر الطفل؟ لأن الاختبار كيدير الملل، يسبب الملل، لأن الاختبار هو في الأساس ديالو عدم احترام الطفل أو لا نثق بما قد تعلمه الطفل. ما هو البديل المثالي للاختبار؟ البديل المثالي للاختبار هو فرصة حل المسألة. فرصة حل المسألة ما هي؟ نضع كلمتين أو نعرض كلمتين أمام الطفل ونسأل أين، يعني نقول أين ونذكر الكلمة. مثلا هنا سأقول أين ماوس؟ انتبه
نبرة صوت حماس. أين ماوز؟ الطفل يا إما أنه يوجه نظر ديالو البطاقة لإحدى البطاقات، يا إما أن يرغب بلمس البطاقة أو لا يضرب البطاقة. يعني أن القراءة ممكن تكون غير بالعين. إذا اختار البطاقة الصحيحة، يعني قلنا مثلا أين ماوز؟ واختار البطاقة الصحيحة، أحسنت ماوز. ماذا لو اختار البطاقة الخاطئة؟ مثلا اختار بطيخ. بطيخ، أحسنت، هذا بطيخ. يعني لا تقول له خطأ ولا تقول لا ماشي هكاك. نبرة الصوت تبقى نفس النبرة، نفس الحماس. أين ماوز؟ ماوز، أحسنت. أين ماوز؟ بطيخ، هذا بطيخ. يعني ديما الطفل كيحس بالمتعة سواء أنه أجاب بطريقة صحيحة أو لا بطريقة أو لا بالبطاقة الخاطئة. لا تشعر الطفل أنه أخطأ. شارككم بفيديو لحل مسألة. أين أشتري؟ أشتري 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 أشتري. أين هي دمية؟ أحسنتي. أين التفاح؟ واحدة. أين التفاح؟ الموز. الموز، أحسنتي. هدى، تفاح. أحسنتي. ماذا هنا؟ عنب. أحسنتي. فراولة. فراولة، فراولة، هذه فراولة. ما هذه؟ الجاز. الجاز، أحسنتي، بقوة. هذه هي طريقة حل المسألة. يعني لا تشعر الطفل ديالك بالاختبار. الطريقة الوحيدة تعلم الكلمات هو حل المسألة. غنديروا واحد الاستراحة ديال 10 دقائق ونكملوا إن شاء الله. إذا كان شي سؤال في هذه المرحلة، دي مرحلة كلمات المفردة، ممكن أننا نديروا أو نجاوبوا عليها قبل ما نكملوا. سؤالي على الطريقة، الفرق ما بين الطريقة السكرية والطريقة تاع دومان في عدد الكلمات المفردة في اليوم. هل نستطيع أنه نعرض في اليوم 25 كلمة بالطريقة السكرية ولا هذا خاطئ؟ يعني الأم أو المربية يجب أن ترى البرنامج اليومي ديالها هل يسمح بتمرير 5 مجموعات. إذا كتب أو ذكر غليندومان أن العدد الأقصى للمجموعات هو 5 مجموعات، ليس من الضروري أننا نعرض 5 مجموعات. يمكن 3 مجموعات، مجموعتين، مجموعة واحدة. المهم أنك تطبق برنامج تعليم القراءة مع الطفل ديالك، ممكن أنه ينجح غير بمجموعة واحدة. أنا أخت قالت أنا بدأت قبل ب3 أشهر وانقطعت، والآن أود أن أعود. ماذا أفعل للكلمات التي كنت قد قدمتها من قبل؟ هل أعيدها مرة أخرى أو أني أعطيها كلمة أو أعطيها كلمات جديدة؟ أكيد يعني تكلم على بنتها. لا نعيد البطاقة أبدا، سواء أوقفنا البرنامج أو لا استمرنا في البرنامج. حتى لو وقفنا البرنامج لأشهر لا نعيد تمرير البطاقات المتقاعدة أبدا. نستمر دائما بكلمات جديدة. سؤال آخر فيما يخص حل المسألة،
الأخت تقول كم نستغرق من الوقت حتى نقوم بهذه العملية فيما يخص حل المسألة؟ فيما يخص حل المسألة، فعلى حسب ما ذكر في كتاب غليندومان بطاقتين، وحل المسألة نقوم بها مرة واحدة في الأسبوع، يعني من بعد 5 أيام نقوم بحل مسألة مرة واحدة باختيار الكلمات التي تم تمريرها مدة 5 أيام. يعني حل مسألة ماشي بشكل يومي، حتى وإن كان الطفل يستمتع بها نقوم بعدها مرة واحدة في الأسبوع وتستغرق ثانية، يعني الوقت اللي غادي يختار فيه الطفل بطاقة واحدة. ممكن أننا نديرو حل مسألة، ثلاثة حل مسألة في جلسة، يعني جلسة كما شفتوا معايا في الفيديو، حل مسألة بطاقتين نوضعها جانبا بطاقتين، الطفل ماشي مطالب أنه يقرأ الكلمة، أنه ليس مطالب أن يقول الكلمة، يكفي أن يشير إلى البطاقة وهكذا، كحد أقصى ثلاث حل مسألة في الجلسة، وحل مسألة مرة واحدة في الأسبوع. سؤال آخر في هذا المرحلة. سؤال آخر، ما هو السن الذي أبدأ في جلسة أبدأ فيه يعني في جلسات القراءة؟ يعني السن جلسات القراءة، سن ديال تعليم القراءة منذ الولادة، كاين برنامج ديال تعليم القراءة الفترة ديال الولادة وحد 3 أشهر يسمى ببرنامج التحفيز البصري، يعني الكلمات تكون باللون الأسود الفترة ديال من الولادة وحتى 3 أشهر، ماشي 3 سنوات، من الولادة وحتى 3 أشهر نسمي هذه المرحلة بمرحلة التحفيز البصري، ونعرض على الطفل كلمات باللون الأسود، لأن الطفل في هذه المرحلة هذه لا يرى إلا الأسود والأبيض. من بعد 3 أشهر نعرض كلمات باللون الأحمر بطريقة شفنا هذه بطريقة جلسة تعليم القراءة من 3 أشهر، قبل 3 أشهر باللون الأسود. واضح؟ نعم. سؤال آخر، ننتقل للسؤال الآخر. سؤال سن 3 أشهر هو السن لكي تقوى فيه البصر، سن 3 أشهر والسن لكي يكتمل مو حاسة البصر لدى الطفل، يبدأ بتمييز الألوان واللون الأحمر كيثيره، لذلك اختار غليندومان أنه يكتب كلمات باللون الأحمر في 3 أشهر. نعم. سؤال آخر، هذه أخت قالت كل مجموعة من ال5 مجموعات تعرض 3 مرات في اليوم، هل تعرض كل مجموعة من 5 مجموعات 3 مرات في اليوم؟ نعم، كل مجموعة 3 مرات في اليوم، يعني إذا لم يكن ممكنا تمرير مجموعتين 3 مرات في اليوم أو لا 3 مجموعات لم يكن من الممكن تمريرها 3 جلسات منفصلة يوميا، نمرر فقط مجموعة واحدة. يعني الأمهات دائما يسألنا هذا السؤال، ماذا أفعل كي أمرر 5 جلسات؟ ليس ضروري 5 مجموعات، 5 مجموعات كحد أقصى، ولكنها ليست ضرورية، ممكن مجموعة واحدة فقط في الجلسة ولا في اليوم. نعم. سؤال آخر، ما هو السن الذي يستطيع الطفل تطبيق حل المسألة؟ تطبيق حل المسألة منذ الشهور الأولى، يعني بعد تمرير بطاقة 5 أيام نعرض للطفل حل مسألة بطاقتين
من بعد الأسبوع الأول، يعني عنده 3 شهور أو اللي عنده 4 شهور، تعطيه بطاقتين ستلاحظ أنه. أنا شفت فيديوهات لأطفال 3 أشهر يحاول لمس البطاقة الصحيحة. ضروري من أن هذه الأم هذه طبقت البرنامج منذ الولادة، يعني حل مسألة من بعد الأسبوع الأول من تطبيق البرنامج. واضح؟ نعم. سؤال آخر، من فضلك الأخت تقول: من فضلك ماما معلمتي، أنا أم موظفة، أود أن أعرف هل لا بأس في الجمع بين المجموعات في جلسة واحدة، مثلا الحساب والقراءة والقرآن. شكرا أختي الحبيبة. ممكن يعني ما يكونش فاصل بين كل جلسة وأخرى، يعني في الحساب والقراءة والقرآن. مفهوم. هذه واضحة. ديما تيدير سول الأمهات هذا السؤال هذا. ممكن نعم. الجمع بين المجموعات دومان ديم نعم. قلت لك نعم، يعني هذا السؤال شائع. شائع من بين الأسئلة. نعم. الشائعة في المرحلة الأولى. نعم. دومان لم يذكر الجمع بين المجموعات، ولكن بحسب التجربة ديالي مع بنتي، جيت معها تقريبا من 3 شهور مع توقفات بين الحين والآخر لقلة المعلومات، لقيت باللي راه ممكن أننا نجمع بين المجموعات، يعني بين المجموعة الأولى والثانية، أو لا بين القراءة والحساب، ولا القراءة والموسوعة. بشكل عام ممكن أننا نجمع بين المجموعات، ولكن ننتبه لشرط واحد، والتوقف قبل أن يرغب الطفل بذلك. إذا كان الطفل مستمتع بثلاث مجموعات مثلا في المرة الأولى، ولاحظ أنه بدأ كيمل، اليوم الآخر ما غاديش دير 3 مجموعات، ستمرر مجموعتين فقط. أردت أن تمرر مثلا 5 مجموعات في جلسة، مررها بسرعة، لكن انتبه لطفلك وتوقف قبل أن يرغب بالتوقف. أن نريكم كيفاش ممكن عرض 5 مجموعات في جلسة واحدة. عندي هنا مجموعة فواكه، عندي هنا مجموعة أثاث، أسماء، سأجمع هنا كلمات مجموعة جسمي، مجموعة جسمي، فواكه، تفاح، كرز، رمان، تفاح، أثاث، باب، خزانة، سرير، كرسي، فرن، باب، أسماء، آدم، رقية، لبنى، مازن، آدم، نبأ، آدم، جسمي، أذن، لسان، قدم، عين، شعر، أذن، أسرتي، عمي، خالي، أختي، بابا، عمي. طويلة بزاف. ممكن أنك تجمع الجلسة المجموعات، ولكن مملة للطفل وطويلة جدا، ممكن أنه يكره أو لن يرغب بجلسات القراءة في المرات القادمة. إذا أردت أن الطفل شوق الجلسات، خليها قصيرة، يعني الأمهات تريد أن تمرر عدد كبير من البطاقات بسرعة لبرنامج باش يستمر، ولكن لابد ناخذ بعين الاعتبار الطفل هذا، ماشي آلة. ممكن 5 مجموعات، ولكن من بعد حتى يولف أو لا حتى يألف الطفل جلسات تعليم القراءة، وليس منذ البداية. يعني أنا لم أتمكن من تمرير 5 مجموعات
في جلسة واحدة إلا بعد أن أصبح عمر ابنتي سنتين، وبعدها لاحظت عندها تجاوب ورغبة في المزيد من البطاقات. واضح؟ نعم أستاذة، يعني فقط سؤال، ألا يعتبر أنه مثلا نديروا مجموعة قراءة كلمات مجموعة حساب، ما يعتبرش هذا يعني شيء؟ المجموع مجموعتين في اثنين، راهم كل مجموعة راهي على عندها شق يعني، فهذا يكون مثير للطفل أو يكون متعب يعني؟ لا ماشي متعب، ممكن ولكن ننتبه للطفل. ممكن أننا البرنامج أو البرنامج الجلسة نضع فيه ما شئنا، ولكن ننتبه للطفل هل هو راغب مجموعة القراءة ومجموعة الحساب. أنا دوستها وممكن ماشي ديما، يعني ممكن أنها تنجح ولكن ليس دائما. يعني ديما الأم تنتبه للطفل أو المربي تنتبه للأطفال واش هما منتبهين ولا لا، يعني كاين ليونة في البرنامج يكون الأهمية للطفل واش بغى ولا ما بغاش، واش مستعد ولا مش مستعد، واش عنده رغبة في الجلسة ولا لا، واش هل يريد مجموعة ولا مجموعتين ولا ثلاث مجموعات في جلسة واحدة، هل يتقبل جلسة ديال القراءة مع الحساب، هل يتقبل جلسة مجموعة ديال القراءة وحساب موسوعة. يعني غير في البرنامج ديالك كما بغيتي، ولكن انتبه للطفل ديالك واش مستعد، واش منتبه معاك، واش مستمتع بالجلسة. هذا هو اللي نردو ليه البال ولا انتبهوا ليه. نعم يعني واضح، يعني ترجع حسب الفروق الفردية لكل طفل وميولاته وشغفه يعني وش حال. بارك الله فيك أستاذة. السؤال الآخر، كيف يمكن تطبيق هذا البرنامج في حفظ القرآن للأطفال مع العلم لا يمكن حذف الكلمة من المجموعة حفاظا على ترتيب الصورة؟ نعم، في القرآن أنا كنطبق مجموعة كل 5 أيام وكنغير مجموعة، يعني ممكن صورة الكوثر نوضعها في مجموعة واحدة نعرضها مدة 5 أيام ونحيدها وندير مجموعة أخرى نبدأ صورة جديدة. إذا كانت صورة طويلة كنقسموها المجموعات باش حتى لا تتجاوز الجلسة أكثر من دقيقة، ثم بعد 5 أيام نعرض الجزء الآخر للصورة وهكذا. يعني لا نقوم بطريقة حذف. أصلا تعليم القرآن بالطريقة هذه طريقة شخصية، يعني أنا أول ما نفكر فيها طبقتها ونجحت وبغيت أنني نشاركها مع الآخرين، يعني تفاديت أنني نطبق طريقة ديال الحذف وإضافة كلمة في تعليم القرآن. يعني نقوم حافظين على الترتيب تاع المجموعة، لأنه في المجموعات الأخرى إحنا لازم كل مرة نغير الترتيب تاع الكلمات، لكن في القرآن لازم نقوم حافظين على ترتيب الكلمات، وإذا أعيدت الكلمة لازم نعودوها في نفس المجموعة حفاظا على ترتيب الآيات تاع القرآن. نعم. سؤال آخر، يقول هل سيتوقف البرنامج على 200 كلمة، على هذه 200 كلمة فقط؟ طبعا لا، 200 كلمة ضرورية لتجهيزها قبل بدء البرنامج، يعني قبل بدء البرنامج ليس فقط نجهز 10 بطاقات أو لا 20 بطاقة ولا 100 بطاقة، ضروري من 200 بطاقة قبل بدء البرنامج. لماذا؟ حتى لا نوقف البرنامج لإعداد المزيد منها. مرحلة الكلمات المفردة تبدأ من 3 أشهر وحتى 6 سنوات، يعني دائما لابد يكون عندنا مخزون من الكلمات المفردة.
200 بطاقة ضرورية لبدء البرنامج، لتجهيزها قبل بدء البرنامج، وأثناء بدء البرنامج أو أثناء تطبيق البرنامج نعيد المزيد، نجهز المزيد من البطاقات ديال الكلمات المفردة حتى يكون دائما عندنا مخزون ديال الكلمات ولا ديال البطاقات، لا نوقف البرنامج. نعم واضح؟ نعم. السؤال اللي بعده، عمر ابني 7 شهور، متى يمكن أن أبدأ معه في حل مسألة؟ أعتقد أنك أجبت على هذا السؤال. الأستاذة قالت أنه بعد أسبوع، بعد 5 جلسات بإمكانك أنك تبدأي معه حل مسألة مهما كان عمره، يعني عمره 3 أشهر. نعم بعد اليوم الخامس. نعم بعد اليوم الخامس بإمكانك أنك تبدأي معها حل المسألة. سؤال آخر، فقط إن رغب الطفل بذلك حل المسألة، فقط إن رغب الطفل بذلك، أحيانا نعم. لا رغبة له في اختيار الكلمة. نعم لا نضغط عليه. نعم. سؤال آخر، تقول متى نبدأ بتمرير العبارات؟ غادي نهضروا على المراحل الأخرى من بعد الاستراحة إن شاء الله. نعم. أريد فقط أسئلة خاصة بمرحلة الكلمات المفردة، مرحلة تجهيز أو لا إعداد مواد لازمة للبرنامج وشروط الجلسة. نعم. السؤال الآخر، ممكن تطبيق هذه الطريقة مع الأطفال في بداية القراءة لتسهيل التعليم؟ طبعا ممكن استخدامها في الروضات مع أطفال 3 سنوات، 4 سنوات، 5 سنوات، ممكن. نعم ممتاز. الأخت أم حمزة تقول يعني المجموعة التي يتم طرحها 3 مرات في اليوم لا نقوم بإعادتها وتعتبر متقاعدة. نعم متقاعدة، لا نعيد تمريرها مرة أخرى. نعم الأخت فقط نقولها بلي 3 مرات في اليوم 5 أيام متتالية، مش 3 مرات في اليوم فقط، 5 أيام متتالية، كل يوم 3 مرات تعرض المجموعة الكلمات. سؤال آخر، يمكن تغيير الشخص الذي يلقن الطفل مثلا طارة الأم وطارة الأب، يعني هل يمكن تغيير الشخص؟ ممكن، ولكن الطفل كيبغي ديما يكون، ننتبه لرغبة الطفل، هل يريد شخص آخر أن يعرض عليه البطاقات أم فقط الشخص الذي ألف برنامج القراءة أو جلسات القراءة منذ البداية؟ يعني ديما رغبة الطفل، ماذا يريد طفلي؟ نعم ذكرني يعني هذا السؤال فقط، أنه مع ابني أنا لما تطبقت معه طريقة، أنا أحيانا يعني هو وحده يطلب من أبوه هو اللي يعرض عليه الكلمات، كما قلت يعني نأكد الإجابة تاعك فقط أستاذة، إنه فعلا يعني الطفل أحيانا يرغب في شخص، هو اللي يحب، هو اللي يختار الشخص اللي يعرض عليه الكلمات. متى يختار الطفل هذه الطريقة دي؟ متى يختار الطفل أنه يعرض البطاقات لشخص آخر؟ هذا هو الدليل انك انت يا ما انك انت لا تختار لينا طفلك. ممكن يستمتع الطفل بتمرير البطاقات لشخص اخر او للدميه ديالو، او لا يقول لك انا نعلمك، انا اعلمك ماما، انا امرر لك البطاقات. عندما لا تختار لينا طفلك هو يستمتع بتمرير البطاقات. نعم هذه قصدي يعني ابني يختار اللي يعرض عليه، يقول لي مثلا، يقول لي لا انا الان حاب بابا هو اللي يلقى، هو اللي يدير لي الكلمات. هذه مؤخرا فقط يعني صار ولا يديرها لي، هو يحب يعرض علي الكلمات مؤخرا فقط يعني. رغبة الطفل هي نديرها في رقم واحد، تكون مهمة بزاف ننتبهوا ليها. نعم السؤال الآخر، تقول السؤال الآخر هي 200 كلمة
تنتهي تكرارها في مدة 200 يوم حسب طريقة السكري، ثم بعدها هل نكررها من جديد أم لا؟ لا نعيد البطاقة أبدا. نعم، تجديد بطاقة أخرى قبل أن تنتهي 200 بطاقة. نعم. السؤال الآخر، هل في الخمس مرات التي تكون في اليوم تكون المجموعات مختلفة، مثال الجلسة الأولى في اليوم قراءة والجلسة الثانية حساب وهكذا، يعني بنفس اليوم، هل في الخمس مرات نحاول نصحح، هي مش خمس مرات، ثلاث مرات في اليوم لكل مجموعة. هذا هو المفروض يكون هك سؤال. تقول نعيد لك سؤال أستاذة أو هي عيدي لي عفاك. نعم، هي تقول أنه هل في الخمس مرات التي تكون في اليوم تكون المجموعات مختلفة، مثال نعم. الجلسة الأولى من اليوم قراءة والجلسة الثانية حساب وهكذا، يعني بنفس اليوم. ممكن، ممكن دير مجموعات مختلفة. نعم. أنا كنت سؤال آخر، تقول أنا كنت معلقة البطاقات 25، كانت معلقة البطاقات 25 على الحائط، وبنتي كانت تشوفهم كثير وتفضل تتفرج عليهم وتكون فرحانة. هذه طريقة عرض. نعم، هذا أيضا طريقة للتحفيز البصري، يعني طفل يرى الكلمات. في فترة معينة الأطفال يملون من جلسات القراءة، الأم طبيعتها خصها تكون ذكية، تكون ذكية لابتكار طرق مختلفة لعرض البطاقات، طرق أكثر تسلية. الأم كتكون قريبة من الطفل، كتعرف الحاجات أو الأشياء التي تسلي الطفل ديالها، ودائما تذكر باش ما يكونش الملل، يعني الحاجة اللي ينتبهوا ليها الملل، حذاري من الملل. نعم. سؤال آخر، تقول هي البطاقات لازم تكون مكتوبة باللون الأحمر ولا ممكن كروت الفلاش كارد؟ ضروري من اللون الأحمر، لابد من اللون الأحمر حيث هو اللون اللي كيثير الانتباه ديال الطفل، واخا حتى ولو كان طفل بعمر أكبر 3 سنوات ولا 4 سنوات، دائما اللون الأحمر هو الذي يثير الطفل أكثر. نعم. الأخت مريم اللي سألت السؤال تاع أنها تعلق الكلمات على الحائط، قالت ولكن عرفت أنها لازم تشوفهم وقت الجلسة فقط، هل اللي عرضتهم عليها دول كده فيه مشكلة ولا لا؟ يعني أنهم يبقوا دائما معروضين على 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 الطفل، هل هو فيه إشكال أو لا؟ هل رأت الطفلة الكلمات 25 كلمة، هل رأتها 3 مرات في اليوم مدة 5 أيام؟ إذا رأتها لا تعيدها بأي طريقة أخرى. لا، هذه الأخت قالت لك هذيك اللي تعلق الكلمات على الحائط وتتركهم لبنتها معلقين، فقالت هل هذا إشكال أو لا؟ يعني هما على طول، يعني طول الوقت هما معلقين أمامها، وهي بعدها عرفت انه لازم وقت الجلسه فقط، يعني مش راح تمل منهم الكلمات عادي. لا مشكله، علقي ما شئتي من البطاقات. ممتاز. سؤال اخر، هل اختيار الكلمات عفوي ام ان الكلمات ثابته؟ كيفاش عفوي؟ بس لم افهم يعني السؤال. يعني بالضبط هي قالت عفوي، يعني ممكن عشوائي هذا الشيء اللي عشوائي. المهم تكون الكلمات مألوفة، نبداو بكلمات لداخل البيت، يعني ماشي لا نبدأ برنامج تعليم القراءة بكلمات خارج المنزل، يعني نبداو بشي حاجة مثلا مهن، كاين أمهات اللي كيبداو برنامج القراءة بمهن، طبيب، مهندس، أو لا عمارة، بيت، شي حاجة خارج المنزل،
ضروري من أننا نبدأ بالجسم أولاً، الأسرة، أفراد الأسماء، أفراد الأسرة، المأكولات المفضلة، الألعاب أو لا الهواية المفضلة للطفل، الأساس داخل البيت، وحنا كنتدرجوا شوية بشوية حتى ننتهي من جميع الكلمات موجودة داخل البيت، ثم ننتقل بعدها للكلمات خارج البيت. نعم، أعتقد إنه الأخت تقصد، مش عارفة يعني، يظهر لي إنه اختيار الكلمات عفوي أو كلمة ثابتة، يعني يكون المهم يكون مجموعة، المهم يكون كاين تجميع، يعني على حسب ما أنت قلت، يعني مجموعة الأساس وحدها مجموعة موضوعات. نعم. مجموعات موضوعاتية، يعني نعم. مجموعة تكون عندها واحد موضوع. نعم، موضوع يعني عندهم علاقة ببعض، يعني لازم الكلمات تكون عندها علاقة ببعض، تعبر على موضوع واحد، كل مجموعة تعبر على موضوع واحد فقط. لا نضع مثلا لا نضع قدم نافذة بابا تفاح. نعم، انت براسك تلقى راه غير منطقي. مجموعة موضوعاتي ضروري. نعم، السؤال الآخر، هل ثبت نجاح استخدام هذه الطريقة مع الأطفال احتياجات الخاصة، وهل ممكن تستخدم في نفس الوقت تعليم الحروف الهجائية؟ يعني سنتحدث عن تعليم الحروف، سنتحدث لاحقا عن تعليم الحروف. هل هو مناسب للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة؟ طبعا نعم. مناسب، لأنه أصلا تبتكر بعد دراسة ولا بعد عمل ديال سنوات مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، يعني هو برنامج خاص للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وممكن أننا نعدلوه أو لا نعدل في البرنامج ليتناسب مع الأطفال العاديين. الأطفال العاديين هم أطفال أكثر ذكاء، يعني ننتبه لأن البرنامج خاص بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، يعني ممكن أننا نغير أشياء لتتناسب مع الأطفال العاديين. نعم، السؤال الآخر تقول، لقد حضرت أكثر من 100 كلمة مفردة ولكن لم أصنفها إلى مجموعات، يجب أن أعيد تصنيفها؟ هل تم تمرير المجموعات؟ لست أدري إن مررتها أم لا، هي قالت فقط حضرت أكثر من 100 كلمة مفردة. تحضر المزيد وتضع الجميع في المجموعات الموضوعاتية، وإذا مررتها لا تعيد تمريرها مرة أخرى. نعم، شكرا أستاذة. السؤال الآخر، هل الكلمات تكتب معرفة تكتب معرفة بأل مثل التفاح أم نكرة تفاح فقط؟ وهل جمع أم مفرد، يعني تفاح أم تفاحة أفضل، يعني لا تقصد أنثى مؤنث أم مذكر، يعني أو تفاح صح مفرد وجمع؟ مفرد نعم، وبدون تعريف، يعني في المجموعة عرضنا كلمات تفاح موز إجاز مثلا، فالمراحل الأخرى ممكن أننا نحتاج كلمات معرفة ونعرضها للطفل بدون أننا نعرضه عليه الكلمات، نفس الكلمات بالتعريف، يعني إذا مررنا تفاح الكلمات المفردة واحتاجنا للتفاح مثلا في مراحل أخرى لا نعرض التفاح، يكفي أن عرضنا سابقا كلمات تفاح بدون تعريف، يعني الكلمات نعرض ولا نكتب كلمات بدون تعريف وتكون مفردة. نعم، شكرا أستاذة. يعني فقط إضافة للأخت، نعم إضافة للأخت، يعني الكلمات هذه المفردة هي من بعد راح تعاد على الطفل في الجمل، يعني من بعد أنت دكتور تحدثي عليها، فلما نعيدوها عليه راح تكون بالمراحل الأخرى.
في المراحل الأخرى يعني فعادي نعرضوها في البداية منكرة و... ومفردة. نعم هو الطفل وحده من بعد راح يقدر يعرف انه هذه راهي تعريف تاع هذه الكلمة او جمع للكلمة السابقة. نعم. سؤال اخر، الاخت تقول يعني الفترة الاولى للكلمات المفردة كم تدوم من الوقت؟ سنتحدث عن هذه عن هذا بالتفصيل في الجزء الثاني. نعم اعتقد ان هذا راهو اخر سؤال. نترك الأخت، نترك الأستاذة ترتاح. بعد حوالي بإذن الله 10 دقائق نرجع بإذن الله إن شاء الله.